السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نديروا الريزومي ديال لو كونت فيلوزوفيك كونديد ولوبتيميزم. غنديروا الريزومي ديال 10 ديال لي شابيتغ الاولين. كيف عارفين حنا ان هاد لو كونت فيلوزوفيك كتكون من 30 شابيتغ. غادي نقسم التلخيص ديالها لثلاثه ديال الفيديوهات، كل فيديو غندير فيه 10 ديال لي شابيتغ، باش هكا بما فهمتوا الاحداث الاولين اللي كاينين في العشرة ديال لي شابيتغ الاولين، نحط لكم العشرة ديال لي شابيتغ الثانيين، ومن بعد نديرو العشرة ديال لي شابيتغ الاخرين. نتمنى انكم تفاعلوا مع هاد لا فيديو، تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، واي واحد استفاد من الفيديوهات اللي كنحط يدعي مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين. نبداو على بركه الله الاحداث اللي كاينين في هاد لي شابيتغ 10. Candide est un jeune homme bâtard élevé en Westphalie, dans le château du baron de Tendertentroch, par un précepteur Pangloss, dont l'enseignement se résume à « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Je vais vous dire ce que c'est. Candide est un شخصية الرئيسية ديالنا، هو واحد الشاب اللي هو كما كنقولوا شاب ما عارفش الأب ديالو، شاب غير شرعي لقيط، اللي كبر إلفي كبر أون ويستفالي، كبر في واحد البلاصة اللي سميتها ويستفالي بالضبط، دون لو شاطو في واحد القصر ديال مسيو لو بارون اللي قلنا هو الخال ديالو المفترض. يعني الناس القدامى اللي كانوا خدامين في القصر كيقولوا بأن خت مسيو لو بارون ولداتو مع واحد الشخص اللي هو مزيان، ولاني أقل منهم في الطبقة الإجتماعية، وما بغاتش تجوج به، وما بغاتش تخلي السيد يعترف بالإبن ديالو. هاد لو شاطو ديال مسيو لو بارون كاين واحد لو بريسيبتور بونغلوس، واحد الاستاذ اللي سميتو بونغلوس، دون لونسينيومون سو ريزيم، اللي التعليم ديالو ولا داكشي اللي كيقريهم الخلاصه ديالو هي هاد تو اي بور لو ميو دون لو ميور دي موند بوسيبل، كلشي غادي الافضل في هاد العوالم اللي كاينه الممكنه. هاد بونغلوس هذا هو كيامن بديك الفلسفه المتفائله، كيتبنى الفلسفه المتفائله، اي حاجه وقعت لك راه وقعت لك من اجل الافضل. Amoureux de Cunégonde, Candide est surpris en train de l'embrasser. Candide qui brille Cunégonde, ومني كان كيقبل فيها هو يفاجئهم مسيو لو بارون. Et il se fait chasser de ce paradis terrestre où Monsieur le Baron, tabiat hel, mani hassal Candide qui vous livre bintou, ou yjri ali min dak l'qasr li huwa li kien fi Westphalie, ou had l'qasr hada li kiy'tabro Candide paradis terrestre, kiy'tabro huwa l'jannah l'ardiya dialo, ma kaynach shi haja hassan min dak le château dial Monsieur le Baron. نعاودو نذكرو باش ندوزو للشابيتغ الثاني والثالث. الشابيتغ الاول كونديد كيعيش بخير، كيتسنط للدروس ديال الاستاذ ديالو، زغبو الله مشى باس كونيغون حصلو مسيو لو بارون، جرى عليه من هاد العيشه اللي كان كيعيش فيها دابا. Candide est enrôlé de force comme soldat de l'armée bulgare et assiste à une boucherie héroïque. كيف عارفين انه متمطر ديالو من داك القصر اللي كاين في وصفالي، بقى غادي حتى وصل قدام واحد البار، المهم دخلوا واحد جوج ديال الرجاله بقاو عليه كيقولبوا فيه وكلوه وشربوه وداو باش يخدموا صحه في الجيش البلغاري. وهاد كونديد حضر لواحد المجزره بطوليه، حضر لديك الحرب اللي وقعت ما بين الجيش البلغاري والجيش ديال المغول. كونديد سون في اون هولاند، كونديد يعني تخبى ملي كانت هاد الحرب نايضه ما بين الجيوش بجوج، وهرب مشى لهولندا. Il est recueilli par un homme qui lui offre l'hospitalité, Jack l'Anabaptiste. مني وصل لهولندا يعني ما بقاش عنده داك الماكله اللي كانت معاه ساهله، مني وصل قال الناس راه مني غنقول لهم عطيوني ياكل ناكل غادي يعطيوه، ولكن تفاجئ ان الناس ما بغاتش تعطيه، قالوا لي الا بقيتي كطلب غادي نديوك لديك كما كنقولوا الخيريه تما، ويعلموك ويربيوك ويعلموك كيفاش تحصل على لقمه ديال العيش بالدراع ديالك. من بعد هو يتلاقى مع هاد جاك لانا بابتيس، هاد جاك لانا بابتيس اللي داو تهلا فيه وكلو داو، حيت كيف شفنا انه كان ديجا واكل واحد القتله ديال العصا قبل. هادو هما الاحداث اللي كاينين في لو شابيتغ 2 اي لو شابيتغ 3. المهم هاد البارتي هادي ملي تشوفوا هادي مكتوبه هنا، راه هذا هو لو شابيتغ اللي فيه هاد الاحداث هادو. من بعد اشنو غادي يوقع عندنا؟ كونديد غوتخوف بونغلوس ديفيغوري بار لا بوتيت فيرول. من بعد كونديد مني اعتنى به داك جاك لانا بابتيس، كان واحد النهار خارج كيتنزه هو يتلاقى مع واحد السيد حتى هو كيطلب، هو يكتشف ان هذاك السيد طلب راه هو بونغلوس الاستاذ ديالو اللي كان كيقري في ويست فالي.
Le baron, la baronne et Cunégonde ont été tués à l'hessab Magali Pangloss. Monsieur le baron, le khal dialo, Martou la baronne et Cunégonde, le habiba dialo, tem le qatel dialo, mon taraf, le juyouj. Les trois hommes prennent un bateau pour le Portugal. Qui va arriver, nous avons déjà شرحت لكم بالضبط في le chapitre 4 et 5, ان هاد كونديد غيدي بونغلوس عند جاك لانا بابتيس باش هو يعتني به وداكشي وداكشي اللي دار جاك لانا بابتيس اعتنى به وخدمو عندو كونطابل في المصانع ديالو. من بعد هاد لي تخوازوم اللي هو كونديد وبونغلوس وجاك لانا بابتيس غيم ياخدو باطو غادي يمشيو لو بورتوغال. ملي غيكونوا في العرض ديال البحر جاك لانا بابتيس شنو غادي يغرق هذاك جاك لانا بابتيس حيت غيكون كيحاول يعتق واحد البحار واحد اخر ملي جات ديك العاصفه. Un terrible tremblement de terre s'empare de Lisbonne. Mené waslo, huma waslo ghir mené damrat lihom dik safina dialom qaw ghadin hatta wasal Pangloss ou kondid wahed el bahar waslo Lisbonne. Imma bahar ou dak Jack lana Baptis ra gharqo ou matou. Mené waslo lhad Lisbonne waqat wahed terrible tremblement de terre wahed zilzal li wa mokhif. Pangloss et Kondid sont arrêtés par l'inquisition. Pangloss ou Kondit tam التوقيف ديالهم من وصلوا لهاد ليسبون هادي. علاش؟ لان بور افوار بارلي اي لوتر بور افوار ايكوتي. واحد فيهم بقى كيدوي يعني بقى كيكثر الهضره مع واحد الشخص تمايا والاخر كان كيتصنت لي اوتوماتيكمون. بين اللي كان كيدوي راه هو بونغلوس واللي كان كيتصنت هو كونديد حيت كونديد مامن بداكشي اللي كيقريه بونغلوس. هادو هما الاحداث اللي كاينين في لو شابيتر 4 اي لو شابيتر 5. من بعد غيوقع عندنا واحد لوطو دافي غيديروا دوك الناس اللي حاكمين ديك ليسبون غيقروا انهم غيديروا واحد السيرموني واحد الحفله يحرقوا فيها كاع دوك الناس اللي كيظنوا انهم هما السبب ديال داك الزلزال اللي وقع. ان اوتو دافي ا ليو بور امبيشي لا تير دو ترومبلي دو نوفو. يعني غيهزوا دوك الناس اللي قالوا هما السبب في هاد الزلزال اللي وقع غادي يحرقوهم باش مره اخرى ما يوقعش الزلزال. بونغلوس اي بوندو يعني بونغلوس ملي وصلاتو النوبه صافي قجوه وقتلوه الله يعاونو مات. كونديد في سي اون كادونسو كونديد بقاو كيضربوه المؤخره ديالو. ابري افوار بيرجي سا بين كونديد رونكونتر اون في فام كي لي مين شي لوي اي لو سوان. ملي وصلت النوبه عاد كونديد وبداو كيضربوا فيه وقع الزلزال واحد اخر مره اخرى صافي هما يتشتو. كونديد ما قتلوه ما والو يعني نجا. ملي جا هاد كونديد جات عنده واحد المراه اللي هي عجوز وداتو معاها باش يعني داتو معاها علاش باش توكلو تهلا فيه وداويه من داخل العصا ثاني اللي كان. او بو دو كلكو جوغ ال لو مي اون كونتاكت افيك كونغوند. من بعد ما دازت واحد 3 ايام وداكشي ولا كونديد بخير وتشافى واحد شويه ورجعت ليه الصحه ديالو داتو هاد المراه العجوز باش يتلاقى مع كونغوند اللي هي الحبيبه ديالو اللي بسبب ديالها تم الطرد ديالو من ويست فالي. كيف عارفين حنا ان بونغلوس كان قال لي ان كونغوند ماتت ولكن كونغوند ما ماتتش. هادشي اللي واقع في لو شابيتر 6 اي لو شابيتر 7. كونغوند راكونت ا كونديد سي ميزافونتور. ملي تلاقى كونديد مع كونغوند الحبيبه ديالو بدات كتعاود لي على سوء الحظ ديالها على كامل داكشي اللي وقع لها. اشنو وقع لهاد كونغوند بالضبط؟ فيولي اي ايفونتري يعني تم فيولي تم التعنيف ديالها وضربوها وداكشي واغتصبوها. اي ايفونتري يعني ضربوها الكرش ديالها حلوا ليها الكرش ديالها. الفو ركوي اي سواني بار ان بولغار يعني داها واحد السيد بلغاري داها اعتنى بها واستقبلها وكانت عبده عنده. سو بولغار لا فوندي ا ان جويف نومي دون ايساكار. هاد البلغاري هذا مني ما بقى عندو لا ريال لا جوج وقع ليه الافلاس هو يدي هاد كينغوند باعها لواحد اليهودي اللي سميتو دون ايساكار. سو ديرني هاد الاخير هذا اللي هو دون ايساكار كونكلو ان مارشي افيك لو غران انكيزيتور. يعني دار واحد الصفقه مع داك المحقق الكبير اللي كاين. اشنا هي الصفقه؟ علاش كدور هاد الصفقه هذه؟ afin de se partager les plaisirs de Cunégonde. يعني دار معاه الصفقه باش انهم يتقاسموا كونغوند يعني يديروا في كونغوند اللي بغاو. كل مره كونغوند تكون عند واحد. كونديد تو دون ايساكار اي لانكيزيتور. هاد كونديد هذا مني تلاقى مع كونغوند بداو داوين جا هاد دون ايساكار كيقلب على ديك السيده اللي شرا اللي دار الصفقه مع داك المفتش الكبير. مني جا ويلقاها مع
هاد كونديد بغى يقتل كونديد، صدق كونديد هو اللي قاتل دون إيساكار. من بعد ما مات دون إيساكار جا داك الانكيزيتور هو يقتلو تاني كونديد، يعني صدق كونديد قاتل دون إيساكار وقاتل الانكيزيتور. من بعد هاد كونديد شنو دار؟ إل سونفوي إي أمبارك بوغ لاميريك أفيك كونيغوند إي لافيي فام. من بعد ما كونديد صافي صفاها لدون إيساكار ولا انكيزيتور، ما خاصوش يبقى تما حيت يقدروا يشدوه ولا شي حاجه، اشنو دار؟ صوفوي صافي هرب علق كي كنقولوا، مشى لاميريك ودا معاه كونيغوند الحبيبه ديالو، ودا معاه لافي فام ديك العجوز اللي اعتقاته واللي كانت اصلا كونيغوند هي اللي صيفطاتها. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الاحداث اللي كاينين في هاد العشرة ديال لي شابيتر. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.